حرام اللي عاملينه فيها. شو صاير يا ترى؟ بيكون اجا رجب مرة تانية؟ ما بعرف، بس رح روح وشوفها. عايدة ما تتدخلي. رح روح احكي معها، ما بدي اعمل شيء. عايدة؟ يا الله. جواد حبيبي، كيف المدرسة؟ احكي لي شو عملتوا. لا مو على كيفك، يلا احكي لي لشوف، يلا قول بدي اعرف. يلا يا ولد بلش اوتك هلا. ملاك. نعم عايدة. شو صار احكي لي، ليش سجنك هالوحش؟ بلا ما حدا يشوفك عم تحكي معي. لا تقولي هالكلمة، شو بقدر اعملك؟ قولي بلكي بساعدك. معلش تعطيني موبايلك شوي، لازم اتصل برجب واطمن عليه، خايفة يتهور ويعمل شي مجنون. أنا ومايا موبايلات ما عاد معنا، والماما معها موبايل بس هي طالعة. أوف يا الله، لازم أحكي مع رجب ضروري، وإلا رح تصير شغلات كتير خطيرة. استني لشوف دقيقة، موبايل بابا كان عنا، إذا هون رح جيب لك إياه. عن جد عايدة رح تعملي هالشي مشاني؟ مشانك طبعاً. عايدة. إيه ملك؟ ما في أي حل تاني، بدي أهرب. وإلا أخي بتعرفي رح يجوزني لواحد تاني. لواحد تاني؟ طمنيني، لقيتي الموبايل؟ ليكو لقيته، رح استناك. يلا احكي فورا. من شوي سمعت شغلة، الأغا وبلال رايحين على أورفا مشان يحضروا سهرة اليوم المساء، معناته هنن مو هون. والله عم تحكي جد؟ ألو رجب. يا روحي، أنت كيف قدرتي تتصلي فيني؟ عايدة الله يوفقها جابت لي موبايل. ملك، أنت عن جد بدك تهربي معي؟ إيه بدي أهرب. أخي الليلة رايح يسار بأورفا، رجب هي فرصتنا الوحيدة. تمام، بدي استناكي عند النبع، منيح ملك؟ بعد الساعة 9 بكون عندك. قولي لي أنت كيف بدك تطلعي؟ لهلأ ما بعرف رجب، ما بعرف رح شوف. بكل الأحوال أنا رح استناك عند النبعة. تمام، أنا صار لازم سكر هلأ. ملك أنا كتير بحبك. كمان أنا بحبك يا روحي بجنون. خدي حبيبتي عايدة، يسلم. طالعيني من هالغرفة الله يخليكي. بس ما بعرف كيف بدي طالعك. ليكي عايدة، عنا مفاتيح احتياط بتجيبيهم؟ هنن موجودين بغرفة أمي. تمام رح جيبهم، بس خلينا نستنى للمساء. انت شو عم تعملي هون؟ والله كنت عم جبلها مي. عذبتك معي، شكرا. أمينة رح تساوي كل شيء، أنت ما عاد تعذبي حالك. يلا روحي. لحظة أمي. ما عدت هلأ أنا أمك.